عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فنت لالة ناجية. الفيديو اليوم ان شاء الله نخدم معكم عباءة الرأس بقطعة واحدة ان شاء الله. كيفاش تاخذوا طريقة اخذ المقاس وكمية القماش حتحتاجوه. اول حاجة كناخدو يعني مثلا السيدة كتكون واقفة، عباءة الرأس اللي كتكون حتى للأسفل ماشي حتى لهنا قصيرة، كناخدو بهذه الطريقة هذه من هذه النقطة هذه ماشي من هنايا، كنحط سنتيم ديالي ماشي مشكل حتى الا كانت في هذه البلاصه. السيده كتكون اليد ديالها متنيه بهذه الطريقه هذه، كناخذ ليها حتى لهذه النقطه المرفق ديالها. شحال ما لقيت كنقص 10 سنتيم، يعني القيمه اللي وجدتها من هذه النقطه هذه من هنا حتى لهنا كنقص منها 10 سنتيم. علاش كنقص 10 سنتيم؟ لان حنايا كنزيدوا هذيك الفتحه ديال اليد، فتحة اليد كنديرو فيها مثلا 20 سنتيم، غالبا ما كنديرو فيها 20 سنتيم. فإلا حطينا 20 سنتيم هنايا جات نازلة اليد مني كتكون بهذا الشكل هذا، والفتحة كاينة من هاد النقطة حتى لهنا. إلا السيدة مثلا رفعت اليد ديالها العباية كترفع كاملة، يعني إلا هزت اليد ديالها العباية كتهز كاملة. نتمنى إن شاء الله يكون واضح. هذا هو الديفو اللي كيكون في بعض المرات كتلقاو في العباءات، يعني بعض المرات كتشريو العبايه كتلقاو تحسوا راسكم يعني مريحه، كتكون مريحه كتحسوا راسكم مرتاحين، ومره وبعض المرات كتكون ديك العباءه يعني ماشي مرتاحه الصراحه. علاش؟ الخطا اللي كيكون في الفصاله هو انك ياخذوا هذا العدد هذا هاد القيمه، كاين اللي كينزل، انا نقول لكم شنو يعني، ماشي كياخذوا القياس لان كيتباعوا واجدين، كينزلوا ب 60 سنتيم، كاين اللي كينزل ب 70. هنا في كيكون المشكل، لان ملي كينزلوا ب 60 ولا 70 كينزلوا بزاف، كيحطوا مثلا هاد القيمه اللي نزلوا بها هي هادي. انا غنشرحها لكم على الورق. مثلا هادي هي عباءه الراس، هي هادي هنا الراس ملي يكون الفتحه ديال الراس هي هادي، وهاد القيمه اللي كينزلوا بها من هنا لهنا اللي كينزلوا بها هي اللي كيكون هنايا كيكون خطا، هنا كيكون المشكل. يعني ملي كينزلوا بزاف، ملي كينزلوا في هاد القيمه هادي كامله وزائد الفتحه ديال الكم بهذا الشكل هذا زائد فتحه الكم، هنا كيكون المشكل. يعني السيدة ملي كتهز اليد ديالها الا دارت غير شي حركه ولا شي حاجه كتحس راسها يعني ماشي مرتاحه والعباءه كترفع كامله. الافضل انك ناخذ القيمه اللي محتاجينها، والسيده كتثني مثلا اللي عندك كليانه ديالك ولا شي حاجه، ولا مثلا حتى ليك تاخذي المقاس. كناخذوه بهذا الشكل هذا من هذه النقطه هذه ديال الراس، بهذه النقطه هذه بهذا الشكل هذا، وكناخذ بالسنتيم حتى لعند هذا المرفق. القيمه اللي وجدتها كنقص منها 10 سنتيم، باش مني كنجي نحط العدد اللي بغيت اللي وجدته هو هذا. مثلا لقيت العدد مثلا السيده عندها المرفق هنايا في المثال وهذا، وانا حسبت هذه القيمه حتى لهنا اللي هي هذه ناقص 10 سنتيم، باش كتجيني 10 كتجي هنا و10 كتجي في هذه البلاصه، يعني 20 سنتيم في المجموع، والمرفق كيكون في الوسط ديال الفتحه، يعني المرفق كيجينا هنايا. هذه الفتحه هي هذه اللي طلعنا ب10 ونزلنا ب10، يعني مثلا هاد القيمه اللي وجدتو كنطلعوا ب 10 سنتيم كنقصوها، باش كنحطوا غير هذيك القيمه اللي ناقص 10 سنتيم كتجينا هنايا، وكنضيفوا ديك 20 سنتيم ديال فتحه اليد هي هذه. نتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت. يعني في المثال غالبا نعطيكم غادي نعطيكم الطريقه دابا ستوندار ان شاء الله، غادي نعطيكم الطريقه ستوندار كيفاش تخدموا بها لجميع الاعمار، ماشي جمال يعني كتلبس تقريبا الكبار كاملين كتلبس ليهم، يعني تلبس لجميع السيدات اللي كبار تقريبا كاملين كتلبس ليهم. كيبقى الاختلاف هو في الطول، هنا في كيكون الاختلاف. اما العرض ديال العباءه كتكون عريضه، هي اسفل الموديل كيكون عريض، ماشي مشكل ان العرض يكون عريض، بالعكس مزيانه لان هي طويله ماشي غير حتى للركبه. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. هذه هي القيمه اللي كناخذو، كناخذو كذلك الطول حتى اللي فين بغات السيده، يعني الطول الكامل. بعض المره ما يكونش السنتيم كافي، فمن الاحسن نعطيكم واحد الفكره، الا جاكم السنتيم غير كافي وغادي نعطيكم حتى المقاس ستوندار. مثلا في المثال هذا السنتيم كيكون فيه متر ونصف مثلا، ماشي مثلا هو اصلا فيه متر ونصف، يعني مثلا خديتي السنتيم من السيده بهذا الشكل وكانت الاخت كتكون طويله، يعني بعض المره السنتيم ما غاديش يوصل لها لاسفل الموديل غير يجي هنا ولا شي حاجه. فكيفاش نكمل العبار ديالي؟ كيفاش نكمل الطول اللي بغيت؟ كناخذ هذا هي 150 يعني متر و50 سنتيم، وكناخذ سنتيم اخر نشوف في كاينه عندي هنايا 50، هي هذه، كنحط السنتيم بهذا الشكل هذا ونثبته بواحد الدبوس. مثلا هنا بزاف الناس اللي كيلقاو مشكل في الطريقه هذه هكذا
كنثبت السنتيم ديالي. باك يكون عندي 150 من هنا نحسب 51 صافي. انا كتسمى عندي متر 51، متر 52، متر 53، متر 54، وانا غادي حتى نشوف الطول الكامل، يعني ما كنحسبش 51 يعني صافي. طب حنا وصلنا للمتر، يعني هنايا كنحسبوا متر 51، متر 52، كنكمل الطول ديالي بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الفكره استفدتوا منها. وواحد الاخت قالت لي بان كتهضري بزاف، كتهضري بزاف، شنو نقول لك، ما نعرف الله اعلم. المهم انا كنشوف زعما الهضره الا هضرت راه كنهضر في المفيد وكنعطيكم شي حاجه اللي تستافدونا، بحال دابا هاد الامور هادو بامكاني انا ما نعطيهمش لكم صافي، نجي ونحط لك المقاس ونقول لك قطعي صافي، ولكن كنعطيكم بعض الامور لان ما كيهمنيش انا فلوس ولا اليوتيوب، انا مازال اصلا ما كنتخلصش منه مازال هاد الساعه، يعني ما كيهمنيش هاد الشيء، كيهمني ان الانسان يكون فرحان، ولا فرحت واحد الشخص انا كنكون فرحان وحتى ربي غادي يفرحني الحمد لله. اسمحوا لي خرجت من الموضوع اخواتي، هادشي اللي كاين. تكلمنا دابا على الطول جهه الامام، تكلمنا على الطول ديال الامام واللي غنخدموا به، وغادي نضيفوا الطول ديال الخلف كذلك، غنضيفوا عليه واحد القيمه نشرحها لكم هنايا في الورق. هنا بامكانكم تاخذوا دابا خديتوا الطول ديال الامام، تاخذوا حتى الطول ديال الخلف لان الراس هنايا كيرفع لينا الثوب في الخلف، يعني نفس النقطه اللي خديتوا منها العبار تاخذوا منها كذلك طول جهه الخلف. بالنسبه اخواتي الطول كنضربوه في اثنان، يعني القيمه اللي وجدتيها مضروبه في اثنان، الطول اللي اختاريتو كتضربوه في اثنان. ممكن تخدموا 3 متر و50 سنتيم صافي، 3 متر ونصف الا كانت السيده قصيره ما طويلاش، الا كانت طويله غادي تحتاجوا 4 متر. وبالنسبه اللي كيتباعوا في السوق كيخدموا ب 4 متر، 4 متر اللي كيخدموا بها، انا سبق لي خدمت هاد الخدمه، دونك 4 متر هي اللي كتخدم وكتكون يعني كتلبس تقريبا كل شيء، وإلا كانت طويله غادي تنقص ماشي مشكل، عندها الحل، يعني الطول عنده الحل، الا كانت قصيره اللي ما عندهاش الحل. هذا هو اللي بغيت نقص لكم. الطريقه ديال الطي ديال الثوب في المثال، نعطيكم مثال بالنسبه للاخوات اللي كيزيدوا اكثر من واحد القيمه، يعني مثلا هذا هو الامام، وهنا كيضيفوا واحد النسبة كتيرة، يعني مثلا 20 سنتيم ولا 30 ولا على حسب، يعني هاد القيمة ملي كتزيدوها يعني على حسب الخلف كتكون العباءة كتجر لينا في الأرض، وبالتالي كتجمع لينا بزاف الأمور يعني مايمكنش تصلي بها، يعني الخلف ما كيكونش حتى لهاد الدرجة. إلا كانت قصيرة حتى للركبة ماشي مشكل، زدتو 30 ماشي مشكل، أولا 20 ماشي مشكل، إلا كانت حتى لهنا كتكون معاها التنورة واخا تكون طويلة من الخلف ما كاينش مشكل، ولكن ملي كتكون قطعة وحدة كيكون مشكل. دونك كنبداو على بركه الله، وسمحوا لي انا كنت كنهضر بزاف في هادشي اللي كاين صافي. غادي ناخذ الثوب ديالنا، المهم كاين اللي كيطوي الثوب غادي يكونوا بزاف اللي متفقين معايا، اغلبيه المهم كاين اللي كيطوي بهذه الطريقه، مثلا دابا حنا نخدمه ب 4 متر من الاحسن، يعني افضل حاجه انك تاخذوا 4 متر، يعني مثلا هذا هو 4 متر وهذا، وهنا العرض ديالنا متر و50 سنتيم، 150 هنا عندنا 3 متر 4 متر عفوا، ان شاء الله تكون واضحه. كاين اللي كيطوي الثوب هاد 3 متر كيطويها بهذه الطريقه، حتى هي مزيانه ماشي مشكل، غير هو فاش كتجيو تنقصوا الثوب اللي كيكون شويه جيكم ماشي صعيب بزاف. المهم اللي بان لكم بغيتوا تفصلوا بهذه الطريقه فصلوا، بغيتوا تفصلوا بالطريقه اللي نوريكم دابا فصلوا بها ما عنديش مشكل. دونك هنايا كاين اللي كياخذ بهذا الشكل هذا وكيبدا يحط المقاسات هنا فتحه الراس، هنا كنزلوا بحال اللي شرحت لكم من هنا لهنا بواحد القيمه باش نديروا فتحه اليد، هكذا كيفصلوا. ولكن ملي كتوصلي للجهه ديال الامام هنا باش تحطي قيمه الامام، يعني خاصك تجبدي الجهه ديال الخلف تحيديها، وبالتالي الثوب كيتحرك ما كيبقاش في بلاصتو، خاصك تبداي تقادي الثوب. انا الصراحه ودبلا ما قلت انا كنفضل هاد الطريقه هادي، يعني 3 متر هادي 3 متر هي هادي الطول، وهذا هادي 3 متر وهذا الطول وهذا العرض. كناخذ هاد 3 متر كنطويها بهذا الشكل هذا هكذا، كنعاود نطويها مره اخرى بهذا الشكل هذا، كنحط الطول الجهه ديال الامام، كنحط الطول ديال الجهه ديال الامام، انا نعطيكم دابا الطاي ستوندر، الطول في الجهه ديال الامام كنضيف عليه واحد القيمه ديال الخلف، حاجه سهله يعني حسن ما كتحطوا الثوب بهذا الشكل هذا وكتحطوا القياس ومن بعد كتقصوا الثوب كتقطعوه، وبالتالي كيضيع لكم شي قطعه من الثوب، يعني كتضيع لكم واحد الطريف، يعني من الاحسن هذه الطريقه، وانتم كيرجع لكم
لا هذا يعني اللي بغيتو دير قدرتو، اللي عجبتكم ديروها يعني في الصاله اللي كترتاحوا فيها. هادشي اللي بغيت نقول لكم خواتي، نبداو نحطوا المقاسات ديالنا دابا ان شاء الله. بالنسبه للطاي ستوندر واللي كتجي مزيانه هاد العبايه، انا سبق لي خدمت بها يعني كتجي مزيانه. هنا في الراس فتحه الراس اللي تكون هنايا 17 سنتيم، هنايا 17 صافي، وكنجي من هاد النقطه هادي وكنزل 40 سنتيم. هذه الطاي ستوندر وكتجي مرتاحه يعني ما كتجيش اليد، ما كتجيش هاد البلاصه نازله بزاف، فبالتالي ملي كترفع السيده اليد ديالها العبايه كتطلع كامله. كننزل من هنا لهنا 40 سنتيم، وقيلا نخدم لكم على الورق باش يكون واضح. المهم 40 سنتيم حتى لهنايا، كنوريكم بالارقام 40 سنتيم من هنا لهنا 40، ونوصلها لعند هذه النقطه هذه. حاجه سهله عبايه، سمحوا لي خصني نطوي بهذه الطريقه. في الاول كناخذ الطول للجهه الامام، غنخدموا الطاي ستوندر دابا اللي كتلبس لكل شيء حتى بغيتوها للبيع ولا شي حاجه. هذه الطريقه اللي كنت ديجا سبق لي خدمت بها للبيع. كنطوي الثوب ديالي بهذه الطريقه هذه، وهذا كيشط ليا قليل ديال الخلف. فمني كنطوي هاد القيمه كنحط متر وسبعين سنتيم طاي ستوندر، متر وسبعين سنتيم حتى لهاد النقطه هادي، ربما نكتبها لكم هنايا. طول متر وسبعين سنتيم. بالنسبه للعرض مزيان تكون عريضه ما تكونش ضيقه، لان هي كتكون اسفل الموديل يعني حدا الرجل ديالنا، خصنا تكون شي حاجه اللي مريحه ما تكونش ضيقه. اذا اخواتي هذا هو الطول ديال الامام، كنضيفوا عليه 16 سنتيم. هنا ملي كنحطوا متر، هذه 4 متر اللي كنتكلم عليها اللي خدمنا بها دابا الطاي ستوندر اللي كنتكلم عليها، عندي 4 متر ديال الثوب طويته بهذه الطريقه. الطول الامامي متر و70 سنتيم. بالنسبه للجهه ديال الخلف هنايا كتشط ليا 30 سنتيم اللي كيبقى لي هنايا، 30 سنتيم هاد القيمه هذه كتبقى لي 30 سنتيم. 30 ناخذ منها 16 سنتيم، 16 كتمشي ليا سنتيم ديال السرجي ولا ديال الطيه، ما كنتنيوش بزاف هنايا في هاد الموديلات هاد العباءه هذه، فقط يعني تقريبا سنتيم اللي كنطوي هنايا في اسفل الموديل، ما كنطويش فيها بزاف، كتكونش لوغلي فيها الثانيه بزاف. دونك هنايا ناخذ 16 سنتيم هكذا مثلا، هي هذه الا نقصنا 16 غادي تبقى لي 14 سنتيم هكذا، 16 سنتيم. سمحوا لي كندور الثوب لان باش يجيني على اليد ديالي، جيني هكذا مزيان. دونك هنايا 16 سنتيم، وغادي نوصلها بهاد النقطه هذه بهذا الشكل، هذا تجي دايره بهذه الطريقه هذه صافي هكذا مزيان. اللي يعني تقريبا ما كتجيناش يعني مجرجره في الارض، في الجوانب كيجيو مزيانين، العباءه كتجي مزيانه. غادي تجربوها ان شاء الله وردوا عليا. كتجينا بهذا الشكل هذا، اللي بغات تنزل واحد شويه مازال هنايا ممكن، ولكن ما تنزلوش في هذا القنص هذا، فقط كنجي لهاد النقطه وكنزيد نقرب حتى لهنا حتى لهاد البلاصه هذه، عاد كننزل شي شويه بهذا الشكل هذا. هذا هو الفرق صافي. هنا القطعه ديال الخلف وهذه ديال الامام، شفتوا شحال سهله. وهنا كيشط ليا الثوب 14 سنتيم، هنايا 14 سنتيم هاد القيمه اللي بقات ليا في هاد البلاصه هذه. هذه ممكن نخدم منها انا البواني ولا البانداس، لان هاد العباءه الا خدمناها بهذه الطريقه هذه كتكون الكم ديالها يعني كيكون تقريبا حتى لهنايا كيكون واصل، ما كنحتاجوش بزاف في البندا، كتكون واحد القيمه قليله. كنت غالبا ما كنت كندير فيها مثلا 10 سنتيم ولا 9 سنتيم اللي كنت كنكمل بها الطول ديال الكم اللي بقى خاصكم، مثلا الطول اللي باقي خاصكم كتضيفوا بانطا ديالكم. هكذا قلنا. دابا نعاود معكم حيت مني بدلت الثوب. هنا 17 سنتيم فتحه الراس، من هنا لهنا بس هاد البلاصه، من هنا لهنا 40 سنتيم، 40 بهذا الشكل هذا. غنوصل هاد النقطه بهذه هكذا، كنزل من هنا لهنا، هذه تقريبا بحال هذيك اللي كتكون حتى الركبه اللي ديجا حطيت لكم. كنزل من هنا لهنا، كنزل من 8 حتى 10 سنتيم هكذا، من 8 حتى 10. الهدف ديالنا من هاد القيمه هذه هو ان ما كتجيناش فهاد البلاصه ديال الراس، ما كيجيناش داك الثوب كثير منفوخه من هنايا يعني. ما كتجيش منفوخه، كتجي مزيانه هنا فهاد البلاصه، داكشي علاش كننزل بهاد القيمه. وغادي نوصلها لعند هاد النقطه هذه صافي، نحاول نقاد الخط ديالي مزيان. ملي كنهبط بهاد القيمه كنجي للنصف ديال العبايه، كننزل ب 3 سنتيم تقريبا ولا 4، وكنمشي بهاد الطريقه هذه هكذا
هذه عباءة كتجي مزيانة صراحة هكذا صافي. هي هذه الطراساج اللي صحيح هو هذا، هذا لا نتمنى ان شاء الله تكون واضحه. دابا كنحسب على خاطر يعني دابا ماشي فحال اللي كنحطوا واحد القيمه نازله بزاف يعني 60 ولا 70 اللي كنزلوا بها بزاف كتجينا مشنقه العبايه كتطلع من الجناب، لا دابا مزيان دابا ممكن نحط 20 ديالي وانا مرتاحه ما عنديش مشكل، العبايه ناجحه ان شاء الله 100%. تجربوها وردوا عليا. عندي هنايا 20 20 سنتيم فتحت لكم 20. العرض كيف ما قلت لكم هنايا اخواتي العرض هنايا اسفل الموديل، يعني كيبقى لكم نتوما يعني كيبدا من 50 55 60 حتى تاخذوا حتى الثوب هذا كامل ما كاينش مشكل، يعني كيجي مزيان. مثلا ندخل من هنا من هاد النقطه ديال الجنب، نقرب لكم من هنا ندخل ب 10 مثلا ولا 20 اللي بغيتوا، الا كانت السيده ضعيفه شويه ندخلوا ب 20، الا كانت زايده شويه ندخلوا من الاحسن ب 10 سنتيم، ندخل ب 10 وننزل ب 10 نفس القيمه اللي دخلت بها نخرج بها، ومن بعد كنوصلها للجليل ديال الموديل اسفل الموديل القيمه اللي انا بغيت اللي حددته مثلا 60 ولا 55 ولا 50 ولا العرض كامل لكم الاختيار. مثلا العرض كامل في المثال هكذا اللي كتعجبها العبايه كتكون عريضه، وهي احسن حاجه تكون عريضه من الاسفل كتجي مزيانه ومريحه، وهذا صراحه انا هو اللي كنعتبره اللباس الشرعي يعني 100% 100%. وماشي هذا بوحدو اللي لباس شرعي صراحه، راه كاين لباس شرعي راه حتى حتى مثلا المهم ما ندخلش في هاد التفاصيل اللي غير بغيت نقول لكم، بديت خصني نقول شي حاجه. يعني مثلا لباس شرعي راه ماشي محدود، راه حتى اللي كتلبس الملحفه وكتغطي هنا وهذا وكتلبس شي متكون ما كتبين حتى شي مفاتيح حتى هذاك راه لباس، يعني اللباس الشرعي ما محدودش. صافي اخواتي غادي نرسموا الدور ديالنا بهذا الشكل هذا. هذه العبايه سليناها الحمد لله ما فيهاش شي تعقيدات. بالنسبه اخواتي هاد القيمه هذه هذه اللي كنقطعوها، هذه كنخرجوا منها بنده الراس، هاد القيمه هاد اللي كتكون هنا كنخرجوا منها البنده ديال الراس. البنده ديال الراس اخواتي كتبدا من 53 56 حتى 60 ممكن ديريها، يعني الدوره على حسب الراس ديالك يعني اللي بغيتي. يعني هاد القيمه اللي ذكرت لك كتبدا قلنا ما نقولش يعني 53 انا مجربها كتجي مزيانه، يعني غير هو ما كتكونش طويله بزاف كتكون يلاه جايه في القياس نيشان هو هذاك القياس بالضبط. اما الا كانت سيده يعني الراس ديالها على حسب كي يكون الراس ديالها شويه رقيق اللي كتكون شويه غليظه الاحسن ديروا الزياده يعني من 57 حتى ل 60. صافي اخواتي غادي نقطع العبايه ديالي. المهم ما بديت ما عنديش مشكل، هنا غادي نشق هذه البلاصه هذه هكذا ما نقطعهاش بهذا الشكل، من الاحسن نفتحوها هكذا هكذا الجهه ديال الامام، ننزل من 2 سنتيم حتى ل 3 سنتيم بالنسبه للجهه الامام، من 2 سنتيم حتى ل 3 غنزل 3 سنتيم كنلاقيها مع هاد النقطه هذه بهذا الشكل هذا، طريقه سهله صافي. وكنجي لهنايا كنقطع الظهر والامام مره واحده هاد القيمه. علاش كنزيدوها؟ لانك الخلف كيجي كيترفع لينا العبايه كتهز من اللور، فمني كنزيدو هاد القيمه هذه يلا كتجينا نفس القياس ديال الامام صافي. هنايا نحاول نقوص هاد البلاصه هذه نديرها مقوسه ما تكونش بهذا الشكل هذا هكذا كنا هنايا عندنا 16 سنتيم سنتيم ديال الخياطه 15 كتبقى لينا زايده، اللي بغات تزيد كثر من هذا الشيء تزيدها، اللي كتعجبها العبايه تكون مجروره ولا يعني طويله بزاف ممكن تزيد. صافي اخواتي هذه هي العبايه ديالنا بحال اللي شرحت لكم هنا، هادو كنكملوا بهاد القطع اللي كتبقى لينا ممكن تفصلوا منها البواني حيت ما كيكونوش بزاف فيهم ما كنحتاجوش فيها بزاف لان اصلا كيكون العرض هنا كاين كثير، دونك كتكون كافيه ما شاء الله. هنايا غادي نضيفوا ديك القيمه اللي بقات خاصنا ديال البواني مثلا هنايا، واحسن طريقه ممكن ديروا لا غيلاستيك، يعني كتخيطوا البواني كتخيطوه من هنا وهنا كديروا لا غيلاستيك كتكون احسن كتكون عمليه ومريحه احسن من الازرار. انا كنفضل لاستيك والله اعلم كل واحد شنو كيعجبو يديروا. هادشي اللي كاين مثلا القيمه ديال الطول ديال الباندا، العرض ديالها 20 نفس القياس اللي عندنا هنا، والطول ديال الباندا كيبدا من بحال اللي قلت لكم من 9 حتى ل 10 سنتيم، وطبيعه الحال كتكون متنيه مثلا هذه هي الباندا
تكون متنية بهذا الشكل هذا، وكنعاودو نطويوها. قلنا العرض، العرض مثلا هذا هو العرض، هو 20 سنتيم، نفس القياس ديال هذه، والطول ديالها كيبدا من 9 حتى 10 سنتيم. طبعا انا ما قطعتش نفس القياس غير بعيني ميزانية، ولكن هي راه كتكون نفس القياس ديال هذه البلاصه بهذا الشكل هذا. هادو الباندات هنايا بالنسبه للقطعه ديال الراس، يعني البانده ديال الراس كتفصل من هاد البواقي هادو. هنا ملي كنجيو نشقوا هاد البلاصه ما نشقوش كلشي التوب، لا، باش يبقى لينا ديك البانده كتبقى مزيانه. يعني كان غير حتى لهنا كنشقوا، من بعد كنقطعوا هاد البلاصه. صافي، هنا كنفصلوا القطعه ديال الراس، هذه قطعه صغيره، نتوما راه غادي يشط لكم التوب مازال. هكذا كنطويها على اثنان، كنحاول يعني نقطع هاد الزياده هادي. طريقه المونتاج ديال البنده، غادي نخليكم الرابط ديال واحد الخمار كيفاش تخيطوا البنده ديال الراس. هنايا سهله بزاف، والخياطه ديال الجوانب راه سهله، ماشي حاجه اللي صعيبه. هكذا هنايا نفس القيمه اللي عندي هنا 17، غادي نخلي هنايا 17 العرض ديال هنايا 17، غنخلي كذلك 17 العرض، نفس القيمه اللي عندي هنايا تكون في هذه النقطه هذه. صافي، بهذا الشكل هذا. هنا نقص واحد شويه على حسب الخياطه اللي تكون عندي هنا، نفس القيمه هكذا. بالنسبه للعرض ديالها كيبدا من 11 سنتيم 12، ممكن ديروا 15، يعني اللي بغيتوا العرض اللي بغيتوا تعرضوا في الباندا. هنا انا كنخلي غير 6 سنتيم الصراحه، هكذا مثلا هذه هي 6 سنتيم في العرض ديالها، يعني من هنا لهنا 6 سنتيم، وكنوصلها اخواتي مباشره لعند هذه البلاصه هذه، كتكون عندي الباندا واجده. يعني مثلا هي هذه هكذا، كنجي نقطع البنده ديالي بكل سهوله هكذا. صافي، هذا الشكل كتجي. كناخذ دابا الامام، هو هذا كتجيني سهله. دابا ملي كنبغي نهز القطعه ديال الامام كتجيني سهله، يعني ماشي بحال اللي طويت الثوب بديك الطريقه اللي وريتكم في الاول. دابا كنجي نحيد هاد القيمه اللي نزلت مثلا 2 سنتيم ولا 3 بهذا الشكل هذا. صافي، هنا في كتلق تلصق عفوا، هذه يكون فيها البنده ديال الراس، هاد القطعه ديال الظهر كتكون فيها البنده ديال الراس، وهذه كتجينا في الجهه ديال الامام، يعني كتكون عندنا العبايه كتكون بهذا الشكل هذا. هذا الامام، هذا الخلف، وهذا الامام. هاوندي لكم شويه الضوء باش يكون واضح ان شاء الله. هكذا، يعني هذا الظهر وهذا الامام. البانداس ديالنا كيكونوا هنايا بهذا الشكل، وهذه الباندا ديال الراس غادي تكون عندنا هنايا طبيعه الحال، هي هذه باندا الراس هنايا. نتمنى اخواتي تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا بصحتكم وراحتكم. شكرا اخواتي، وانا ما تنسونيش بالدعم، لايك 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 اللي بغات بطبيعه الحال، فضلا وليس امرا. والسلام عليكم.